الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. ما تنسوا نشر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. من يرى في المنام أن الصراصير تخرج من فمه بكسر علامة على الأعداء حوله، والله الله أعلم. رؤية الصراصير تخرج من الفم في المنام علامة على وجود العديد من الأشخاص المنافقين في حياة صاحب الرؤية. رؤية الشخص أن هناك هجوم من الصراصير وكانت تخرج من فمه علامة على وجود الأزمات والمشاكل في حياته، والله أعلم. إذا رأى الشخص الصرصار يخرج من الفم في المنام علامة على صعوبة تحقيق الأهداف والأمنيات في الحياة، والله أعلم. رؤية الصراصير تخرج من الفم في المنام تكون إشارة أنه محيط بأشخاص سيئين جدا، والله أعلم. خروج الحشرات من الفم في المنام علامة على الهم والحزن الذي يصيب صاحب الرؤية هذه الأيام، والله أعلم. رؤية الحشرات تخرج من الفم في المنام قد يشير على الأذى الذي يحدث للشخص. رؤية الرجل الحشرات تخرج من فمه في المنام علامة على الأعداء المحيطين به، ولكنه سيتغلب عليهم. إذا رأى الشخص أن هناك حشرات تخرج من فمه علامة على الفقر الشديد الذي يصيبه. رؤية الشخص أن هناك حشرات كثيرة تخرج من الفم وتهاجمه علامة على أنه سيصاب بمرض خبيث، والله أعلم. رؤية أي شخص أن هناك حشرة تخرج من الجسم علامة على خلافات زوجية، والله أعلم. رؤية الرجل أن هناك حشرات تخرج من جسده وتهرب منه علامة أنه يتمتع بصحة جيدة، والله أعلم. رؤية الشخص أن هناك حشرات تخرج من جسمه وهو يقتلها علامة على تخلصه من المشاكل والصعوبات في الحياة. إذا رأى الشخص أن هناك حشرات تخرج من جسده علامة على حصوله على أموال كثيرة. رؤية الرجل أن هناك حشرات تخرج من جسمه ولكنها تظل عليه علامة على إصابته بمرض، ولكنه سيشفى منه بعد ذلك، والله أعلم. رؤية هجوم الحشرات على الفراش في المنام علامة على المشاكل الزوجية وخروج زوجته عن طاعته، والله أعلم. رؤية هجوم الحشرات على الشخص في المنام علامة على الأذى والمشاكل الكبيرة التي سوف يتعرض إليها. إذا رأى الشخص أنه يمسك الحشرات التي تهاجمه علامة على وجود أشخاص سيئين في حياته سوف يتخلص منهم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.